النهاردة الحلقة الأخيرة من سلسلة يسوع في بيت. على مدار الأسابيع اللي فاتت زي ما كنا بنتابع مع سامح من شوية، رصدنا نماذج من البيوت اللي الرب يسوع دخلها أثناء وجوده على الأرض وأثناء خدمته. ودخول يسوع في البيوت دي كان ليه تأثير وصنع فرق في حياة البيوت دي. البيوت اللي هندخله مع الرب يسوع النهاردة هو آخر بيت في السلسلة، بس مش البيت الأخير. هو آخر بيت في السلسلة لكن مش البيت الأخير، لأنه يسوع لازال يدخل البيوت، ويسوع لازال عنده الاستعداد إن هو يتواجد في بيوتنا. الحقيقة في نهاية السلسلة مش التحدي إنه نرصد البيوت اللي دخلها يسوع، لكن التحدي إنه نتأكد هو دخل بيتي ولا لسه ما دخلش. مرات كثيرة بنتوقع، كنا موجودين في الكنيسة من سنين طويلة، كنا بنخدم من سنين طويلة، كنا موجودين في دوائر كنسية بأشكالها المختلفة، بنتوقع ونتخيل إن ده بيعني لينا إنه يسوع موجود في البيوت بتاعتنا. لكن مرات كثيرة ده مش بيكون المقياس، وده مش بيكون المؤشر، ولا هو الدليل. ياما ناس موجودين في الأوساط الكنسية بأشكالها المختلفة، لكن لازال يسوع لم يتعدى يتعدى اللي هي العتبة بتاع البيوت بتاعتنا. البيت اللي هندخله مع الرب يسوع النهاردة بنقرأ عنه في الإنجيل بحسب البشير يوحنا إصحاح 2 من عدد 1 ل 11. استاذن حضراتكم وإحنا قاعدين في أماكننا، أنا هقرأ عدد وحضراتكم هتقروا عدد. إنجيل يوحنا إصحاح 2 من عدد 1 ل 11 يقول كده الكلمة المقدسة: وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها قالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس. هذه بداية الآيات: فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. أمين. البيت اللي هندخله مع الرب يسوع النهاردة هو بيت عنده مناسبة اجتماعية زي مناسبات كتيرة موجودة في بيوتنا، وهي مناسبة عرس أو فرح. وعلى مدار السلسلة اللي فاتت احنا شفنا يسوع تواجد في البيوت في مناسبات مختلفة. شفنا ما بين مناسبات الولائم، مناسبات الناس اللي عندها أمراض، مناسبات الناس اللي دعته انه يدخل البيت انه يتواجد معاهم. ما عندناش تفاصيل كتيرة عن مين هم أصحاب البيت ده، ولا عندنا تفاصيل عن صلة القرابة ما بين البيت ده وما بين الرب يسوع. ربما يكون قرايب العذراء مريم، ربما يكونوا أصدقاء المسيح، ربما يكونوا أصدقاء العيلة، ربما يكونوا جيران للبيت بتاعهم. ما عندناش تفاصيل تقول لنا صلة القرابة اللي بتجمع هذا البيت مع الرب يسوع، لكن كل اللي نعرفه عن البيت ده إن البيت ده موجود في قرية، القرية دي اسمها قانا الجليل. الحقيقة البشير يوحنا تعمد إنه يعرفها بقانا الجليل، لأن في قانا تاني اسمها قانا الفينيقية، فعشان يفسر أو يفرق ما بين قانا وقانا فكان لازم يقول قانا الجليل عشان تبقى في فرق ما بينها وما بين قانا الفينيقية. الرب يسوع لما دخل هذا البيت دخل بصفة ضيف، دخل بصفة ضيف مدعو.
لكن مع مجريات الأحداث جوه البيت تحول وضع يسوع من كونه ضيف إلى مضيف. فهو كان ضيف، لكن نشوف يسوع في النهاية يتحول من ضيف إلى مضيف. عشان كده حابب أحط عنوان للمشهد ده اللي فيه تواجد يسوع في هذا البيت: يسوع ضيف ومضيف. يسوع ضيف ومضيف. وجود يسوع في هذا البيت ومشاركة يسوع لهذا البيت في هذه المناسبة اللي هي مناسبة العرس كشف لنا عن مجموعة من المفارقات، والمفارقات دي محتاجين نفكر فيها في ضوء بيوتنا وفي ضوء حياتنا. هشارك معاكم بثلاث مفارقات، زي ما قلت الثلاث مفارقات دول ظهروا نتيجة وجود يسوع في هذا البيت ومشاركة يسوع لهذا البيت في العرس. المفارقة الأولى: وجود يسوع في هذا البيت ومشاركته في أحداث العرس كشفت لنا الفرق ما بين موسى والمسيح. أول حاجة هتيجي في ذهننا: إيه العلاقة بين موسى والمسيح وعرس قانا الجليل؟ طبيعي ومتوقع يكون في علاقة ما بين موسى والمسيح، بس عرس قانا الجليل إيه موقعه في الإعراب في هذه العلاقة ما بين موسى والمسيح؟ حقيقة عرس قانا الجليل أو وجود يسوع في عرس قانا الجليل كشف لنا عن هذه المفارقة. أول معجزة عملها موسى لما تقابل مع فرعون، فاكرينها كانت إيه؟ تحويل الماء إلى دم. دي كانت أول معجزة عملها موسى. الله يقول لموسى في خروج 7:17: روح لفرعون وقول له هكذا يقول الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب، هأنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر. لاحظوا حاجة، دي كانت أول معجزة، إن المية اتحولت لدم، والدم هو رمز الإيه؟ رمز للموت. الدم هو رمز للموت. بالتالي نقدر نوصف خدمة موسى أن خدمة موسى هي خدمة موت لموت. في المقابل أول معجزة عملها الرب يسوع كانت طبقاً للبشير يوحنا تحويل الماء إلى خمر، والخمر هو رمز للحياة، الخمر هو رمز للفرح. بالتالي نقدر نوصف إذا كانت خدمة موسى هي خدمة موت إلى موت، لكن على الجنب الثاني خدمة المسيح وإرسالية المسيح هي خدمة حياة إلى حياة. وده اللي بيقوله الرسول بولس في كورنثوس الثانية إصحاح 2 وعدد 16، يقول كده: لأننا رائحة المسيح الزكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. ويقول كده: لهؤلاء هو اسم إشارة بيشاور بيه على الذين يهلكون، فيقول لهؤلاء للذين يهلكون تكون رائحة المسيح الزكية رائحة موت لموت، لكن لأولئك اللي هم المخلصين تكون رائحة المسيح الزكية هي رائحة حياة لحياة. أو بمعنى تاني نقدر نقول إنه المفارقة ما بين موسى والمسيح اللي ظهرت في ضوء مشاركة يسوع في عرس قانا الجليل، المفارقة دي بتقول لنا إن يسوع حول موت ولعنة الناموس اللي بنشوفها في تحويل الماء إلى دم إلى حياة النعمة الفياضة اللي بنشوفها في تحويل الماء إلى خمر. وده اللي قاله الرسول بولس في رومية 8 وعدد 2، يقول كده: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع عمل إيه؟ أعتقني من ناموس الخطية والموت. وده اللي أعلن عنه المسيح من خلال وجوده في بيت قانا الجليل ومن خلال مشاركته في أحداث العرس. عشان كده الملخص اللي أنا عايز أحطه للفكرة دي: المفارقة ما بين موسى والمسيح اللي بنشوفها في ضوء وجود يسوع في هذا العرس، المفارقة دي بتقول لنا إنه هناك شخص
وجوده في أي دايرة بيعمل تأثير وبيعمل تغيير. هناك شخص مجرد وجوده في أي دايرة، أياً كان نوع هذه الدايرة، بيت، علاقة، خدمة، وجوده بيعمل تأثير وبيعمل تغيير ويحول الموت اللي موجود في الدايرة إلى حياة، يحول الحزن اللي موجود في الدايرة إلى فرح. عشان كده يمكن النهاردة المفارقة دي بتقول لنا إنه الرب يسوع بيشاور لينا على الأمور اللي فقدنا الأمل في تغييرها، الأمور اللي فقدنا الأمل إن هي تتصحح، وبيقول لنا أنا أقدر أعمل فرق وأصنع تغيير في الأمور اللي فقدنا الأمل في تغييرها. يسوع بيشاور على الأمور اللي ماتت في حياتنا، الأمور اللي عدى عليها وقت وصدت، وبيقول لنا أنا أقدر أنفخ نسمة حياة في الأمر اللي مات في حياتي واللي فقدت الأمل فيه. تعالوا نفكر مع بعض، إيه الأمور اللي ماتت في بيوتنا؟ إيه الأمور اللي فقدنا الأمل في تغييرها في بيوتنا؟ إيه الأمور اللي استسلمنا للأمر الواقع في بيوتنا وقلنا مش هتتغير؟ لكن الرب يسوع النهاردة يقدر يقول لنا، وبيقول لنا بشكل عملي، أنا أقدر أحول موت الخطية إلى حياة النعمة الفياضة. واللي قدر يعمل ده يقدر يعمل ده في حياتنا وفي بيوتنا، وهو بيشاور على كل أمر في بيتي مات ومحتاج يعاد الأمل فيه من جديد. السؤال اللي بيتحدانا وإحنا بنقف قدام الفكرة دي، هل إحنا لازلنا في رحاب معجزة موسى تحويل الماء إلى خمر، ولا إحنا اختبرنا معجزة الحياة الجديدة تحويل موسى تحويل الماء إلى دم، ولا معجزة الحياة الجديدة هي تحويل الماء إلى خمر؟ دي أول مفارقة كشفتها لينا أو كشفها لينا وجود يسوع في هذا العرس. فرق ما بين إزاي كانت طريقة موسى وطريقة المسيح، خدمة موسى خدمة المسيح، خدمة موسى هي خدمة موت لموت، خدمة المسيح هي خدمة حياة إلى حياة. إذا كان موسى بنشوف أن خدمة الموت في تحويل الماء إلى خمر، خدمة المسيح هي تحويل الماء إلى دم، خدمة المسيح هي خدمة حياة إلى حياة، هي تحويل الماء إلى خمر. المفارقة الثانية اللي بنشوفها في وجود يسوع أو اللي كشفها وجود يسوع في هذا العرس، أن وجود يسوع في هذا العرس كشف لنا الفرق ما بين يوحنا المعمدان والمسيح. طبعاً السؤال الطبيعي اللي هيجي في ذهننا هو إيه اللي جاب يوحنا المعمدان للمسيح لعرس قانا الجليل؟ بالتأكيد في علاقة ما بين يوحنا المعمدان والمسيح، بس إيه موقع عرس قانا الجليل من هذه العلاقة، علاقة يوحنا المعمدان بالمسيح؟ الحقيقة حضور يسوع لهذا العرس ووجوده في هذا البيت كشف لنا ككنيسة النهاردة عن نوعين من الخدمة أو منهجين للخدمة، منهج خدمة يوحنا المعمدان في مقابل منهج خدمة المسيح. منهج خدمة يوحنا المعمدان هو منهج كان قائم على الانعزال والزهد، ده منهج خدمة يوحنا المعمدان، فيقول عنه البشير مرقس: وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقوي. ده منهج خدمة يوحنا المعمدان. فمنهج خدمة يوحنا المعمدان هو منهج قائم على الزهد والانعزال، لكن منهج خدمة المسيح كان منهج مختلف. منهج خدمة المسيح هو منهج مبني على الاندماج، المعايشة، التغيير من خلال المواجدة والتواجد. ده طريقة المسيح، إن هو يصنع التغيير من خلال إنه يتواجد في حياة الناس، يتواجد في ظروف الناس. فنلاقي المسيح يحضر الأفراح، يشارك في الأزمات، يحضر في العزومات، لأن ده المنهج اللي بيتبناه المسيح. البشير لوقا رصد لنا 9 ولائم حضرها المسيح، 7 منهم قبل الصليب والقيامة، و2 منهم بعد الصليب والقيامة،
والسبع ولائم كانوا ما بين يا إما ولائم شخصية مدعو في بيت بيأكل مع حد في البيت، أو ولائم جماعية بيقعد مع مجموعة كبيرة علشان خاطر يأكل معاها. عشان كده لما نفكر في حياة المسيح على الأرض والطريقة اللي كان بيتحرك بيها، نقدر نكتشف إنه منهج خدمة المسيح كان تحويل الفكرة إلى خبرة، تحويل الأفكار والقناعات والخبرات، أو القناعات الإيمانية اللي عنده كان بيحولها لخبرات عملية من خلال المشاركة في الحياة اليومية للناس. فهو عنده قناعة إيمانية، فالقناعة الإيمانية دي بيترجمها لخبرة عملية إنه يعيش في حياة أو يعيش مع الناس في حياتهم. إحنا مش بصدد إنه نقيم خدمة يوحنا المعمدان ونقول عليها صح ولا غلط، بس الحقيقة اللي عايز أكد عليه النهاردة من خلال وجود يسوع في بيت ومشاركته في عرس، ده بيقول لنا إنه استحالة إحنا ككنيسة، استحالة إحنا كمؤمنين هنقدر نعمل تغيير في حياة الناس بالكلام والأفكار والنظريات. مفيش أكتر وأسهل من الكلام، مفيش أسهل من النظريات، مفيش أسهل من أقعد ونظر وأقول الكلام المنمق، لكن الحقيقة لا الكلام ولا النظريات ولا التنظير بيعمل فرق في حياة الناس. اللي بيعمل فرق أو التغيير الحقيقي بيحصل في حياة الناس لما نحول قناعاتنا الإيمانية اللي احنا مؤمنين بيها إلى خبرات عملية معاشة نعيشها معاهم ونطبقها معاهم. وده نوع من أنواع التجسد للناس. المسيح تجسد في ظروف الناس فحول قناعاته الإيمانية إلى خبرات معاشة، فقدر يعمل تغيير في حياة الناس اللي تواجد في وسطهم. احنا عندنا نماذج كتيرة، والنماذج دي هي نماذج معاصرة، يعني كل واحد فينا يعرفها. النماذج دي لما نفكر فيها نجحت انه تحول قناعاتها الإيمانية إلى خبرات عملية معاشة، فكانت سبب في تغيير المجتمع بتاعها. هقول لكم نماذج. ليليان تراشر. ليليان تراشر بكل بساطة نجحت إن هي تحول أفكارها الإيمانية إلى خبرات معاشة، إلى خبرات عملية معاشة، فكانت النتيجة إن هي اهتمت بالأطفال الأيتام من خلال ملجأ ليليان تراشر للأيتام. أنا بتخيل إن ليليان تراشر لو وقفت على منبر وقعدت تتكلم وتوعظ سنين وسنين مش هتعمل فرق زي الفرق اللي عملته لما خدت قناعتها الإيمانية وحولتها لأفكار عملية معاشة في حياة الناس. لكم نموذج تاني نعرفه كويس، أختنا رفقة رامز عطلة. أختنا رفقة كندية، أنا فاكر كنت في زيارة عندها من فترة طويلة، فكانت بتحكي لي قصة، بتقول لي أنا أول ما جيت مصر مع الشيخ رامز ما كنتش عارفة طبيعة المجتمع المصري. قالت لي فأول يوم ليا في البيت الساعة 5 الصبح الباب بيخبط، قالت لي فأنا قمت منزعجة، فقالت لي رامز قال لي ما تقلقيش ده الزبال جاي ياخد الزبالة. قالت أنا فتحت الباب لقيت طفل صغير لابس لبس متقطع مش لابس حاجة في رجله وجاي عشان خاطر ياخد الزبالة. بس قالت لي جملة فرقت معايا، قالت لي أنا ما شفتش طفل زبال، أنا شفت طفل محتاج لمحبة المسيح. عشان كده رفقة جسدت قناعاتها الإيمانية وحولتها إلى خبرة عملية معاشة من خلال رعاية أبناء الزبالين في منطقة المقطم، فكانت النتيجة مركز المحبة لرعاية أبناء الزبالين. أنا مش بقول إنه القناعات الإيمانية اللي تتقال من على المنبر ولا الوقفة على المنبر ما مش أقطع على نفسي ده أكل عيشي، لكن إحنا التحدي إزاي نحول قناعاتنا الإيمانية إلى خبرات معاشة. التغيير بيحصل لما نعمل ده، إنه أخذ القناعة دي وأروح أعيشها في حياة الناس. أختنا ندى ثابت
جسدت إيمانها وقناعتها الإيمانية، حولتها لخبرة معاشة من خلال إن هي اهتمت ورعت ذوي الهمم، فكانت النتيجة قرية الأمل لرعاية ذوي الهمم. جسدت الإيمان بتاعها إلى خبرة عملية معاشة. وجود يسوع في بيت قانا الجليل ومشاركته في أحداث العرس يقول لنا إنه يسوع كان حريص إنه يجسد أفكاره إلى خبرة عملية معاشة في حياة الناس. ودي دعوتنا ككنيسة النهاردة، دعوتنا ككنيسة النهاردة إن إحنا نتبنى هذا المنهج، إنه نحول الفكرة إلى خبرة. ودي دعوتنا، دعوة كل واحد في كل دائرة موجود فيها. أنا كأب مطلوب مني جوه البيت إني أترجم أفكار الإيمانية، كوني أب، إلى خبرة عملية معاشة مع أولادي وعمراتي. أنا كزوج، أنا كزوجة جوه البيت مطلوب مني إن أنا أترجم قناعاتي الإيمانية اللي أنا مؤمن بيها وباجي أصلي بيها وأخدم بيها ورنم بيها، لكن أنا مطلوب مني إن أترجم أنا كزوج وكزوجة قناعاتي الإيمانية إلى خبرات عملية معاشة في حياة الأسرة اللي أنا موجود فيها. أنا كمدرس، أنا كطبيب، أنا كمهندس، أنا كعامل، أنا مطلوب مننا في كل دائرة نتواجد فيها إنه نترجم قناعاتنا الإيمانية اللي إحنا مؤمنين بيها إلى خبرات عملية معاشة، فنقدر نعمل فرق وتغيير في حياة الناس اللي إحنا موجودين في وسطيهم. دي كانت المفارقة الثانية اللي كشفتها لينا، أو اللي كشفها لينا وجود يسوع في بيت قانا الجليل. في مناهج كثيرة للخدمة، لكن أكتر منهج يصنع فرق هو منهج المعايشة، إن إحنا نعيش إيماننا في حياة الدوائر اللي إحنا موجودين فيها. المفارقة الثالثة والأخيرة، وبعد المفارقة دي هختم بحقيقة. الفرقة الثالثة أن وجود يسوع في بيت قانا الجليل ومشاركته في أحداث العرس كشفت لنا الفرق ما بين غاية الناموس وغاية النعمة. السؤال اللي هيتبادر لذهننا، ده عرس، ده فرح، إيه اللي دخل الناموس والنعمة في فرح وعرس والرب يسوع موجود فيه؟ هنقدر نفهم المفارقة دي لما نعرف الهدف من وراء وجود أجران المية في البيوت. الهدف من وجود أجران المية، يقول الكتاب إنه كان في أجران مية للتطهير حسب عادة اليهود، فأكيد في رسالة من وراء الجملة دي. لما نفكر في البيت اليهودي، الديزاين المعماري بتاع البيت اليهودي بيبقى عبارة عن بوابة كبيرة، ده باب البيلدينج نفسه، باب البناية نفسها، بعدها بتبقى طرقة، بعد الطرقة بيبقى الباب تاني، ده باب السكن، باب البيت بتاع المعيشة. فعندنا بوابتين، بوابة البيت وباب السكن، ما بينهم طرقة. أجران المية في أي بيت يهودي كانت بتتحط في الطرقة ما بين بوابة البيت وباب السكن. ليه؟ علشان أعضاء الأسرة والضيوف وهم داخلين البيت لازم يعملوا إيه؟ يغتسلوا، يتطهروا، لأن هم جايين من الشارع فمش هينفع. فكانت الأجران موجودة كتطبيق لبعد من أبعاد الناموس، هو بعد التطهير والاغتسال، اللي ما ينفعش يدخلوا البيت إلا لما يتطهروا ويغتسلوا. مش بس كده، الأجران دي موجودة عشان المية اللي فيها يطهروا بيها الأواني بتاعتهم بتاعت البيت. عشان كده الهدف الأساسي من وجود أجران المية في البيوت اليهودية والمناسبات بتاعتهم استخدامها للتطهير والاغتسال طبقاً لعادة الناموس والشريعة. لكن تخيلوا بقى وجود يسوع في هذا البيت ومشاركته في أحداث العرس غير من هدف وغاية وجود هذه الأجران في البيوت. فبعد ما كانت هذه الأجران تملأ بماء التطهير، أصبحت هذه الأجران ملآنة بخمر الفرح. اتغيرت الوظيفة، اتغيرت الوظيفة بتاعتها،
اتغيرت من وظيفة التطهير والاغتسال اللي بتشير إن في خطية، إن في نجاسة أنا داخل بيها البيت، لكن اتغير الغاية واتغيرت الوظيفة واتغير الهدف، وبقيت ملقانة بخمر الفرح، لأن الخمر بيشير إلى عمل النعمة كمان في حياتنا. كأن الرب يسوع بيقول بتغيير الغاية من هذه الأجران إنه التطهير الحقيقي مش في أجران المية، لكن التطهير الحقيقي في عمل نعمتي. ده اللي بيقوله الرب يسوع لما حول الماء إلى خمر. تخيلوا 6 أجران مية، و6 أجران مليانين على آخرهم، ويتحولوا 6 أجران مية كلهم لخمر بما يعادل 630 لتر تقريبا. الصورة دي، أجران مليانة على الآخر، المية اللي فيها تتحول كلها لخمر، وكأنه دي صورة رمزية لفيض عمل النعمة جوه البيت لما يسوع يتواجد في بيوتنا. عشان كده لما يسوع يتواجد في بيتي تكون النتيجة تفيض النعمة في البيت، مش بس كده، والبيت بتاعي يفيض بالنعمة على بيوت آخرين. مش بس النعمة هتفيض في بيتي، لكن افتكروا احنا علينا التزام انه بيوتنا تفيض بالنعمة على بيوت ناس حوالينا. بالمناسبة، هو الأسهل تحويل الكمية ولا تحويل النوعية؟ يعني النوعية طبعاً، ما فيش أسهل من تحويل الكمية. ويسوع عمل معجزات كتيرة حول فيها إيه؟ الكمية، 5 ترغفة و2 سمكة. دي تحويل الكمية، لكن هنا عمل تحويل مش بس للكمية، عمل تحويل لإيه؟ وكأنه بيقول لنا أصعب حاجة النوعية، أنا أقدر أغيرها، أنا أقدر أعمل تغيير في النوعية. النوعية دي قد تكون نوعية شخصية، النوعية دي قد تكون نوعية علاقة، النوعية دي قد تكون نوعية تفكير. بس الرسالة اللي تشجعنا النهاردة إنه مش بيعمل تغيير في الكمية وبس، هو مش إله كم، لكن كمان بيقدر يعمل تغيير في النوعية. أيا كان النوعية دي، نوعية شخصية صعبة حادة، نوعية تفكير نمطي حاد، نوعية علاقة مكسورة، لكن يقدر وجود يسوع في بيوتنا يعيد التغيير في النوعية. تفيض النعمة في البيت وتفيض بيوتنا بالنعمة على بيوت آخرين. وده السؤال اللي بيتحدانا وإحنا بنختم السلسلة النهاردة. يا ترى بيوتنا بتفيض بإيه؟ يا ترى بيوتنا إيه اللي بيفيض منها؟ بيفيض الصوت العالي والزعيق؟ بيفيض التذمر؟ أنا مش بقول ده لحضراتكم، أنا براجع نفسي أول بيت. يا ترى أنا بيتي بيسمع في إيه؟ بيفيض منه إيه؟ صلاتي لبيوتنا وإحنا بنختم السلسلة، صوت ترنم وخلاص فين؟ في خيام الصديقين. الترنيمة اللي شوية كده بعد ما نخلص هنرنمها، كان عزفها الدكتور سامح الأسبوع اللي فات، ترنيمة قديمة كنا بنرنمها بس في الأفراح، بتقول كده: بيت أناشيد الهنا ترن في أرجائه، يغمره رب السماء بالفيض من عليائه. طوبى لبيت قائم أساسه فكر المسيح، طوبى لبيت فاضل شعاره حب المسيح. هذا هو البيت المسيح الحقيقي، بيت تفيض منه أناشيد الهنا ترن في أرجائه، أناشيد الهنا يغمره رب السماء بالفيض من عليائه. أختم معاكم بحقيقة، حقيقة مركزية البيت في فكر المسيح. مركزية البيت في فكر المسيح، أخذنا مفارقات، لكن دي الحقيقة اللي هنختم بيها السلسلة، إنه البيت ده مركز مهم جدا في خدمة المسيح وفي فكر المسيح وفي حياة المسيح على الأرض.
لما نفكر يسوع لما اتولد، اتولد في إطار أسرة وبيت. هو المزود ده كانت حجرة ملحقة ببيت، ففي الآخر هو اتولد في إطار إيه؟ إطار بيت. ويسوع لما احتفل بيه على أنه الفصح الحقيقي، احتفل بيه طبقا للبشير بحسب الإنجيل، بحسب البشير لوقا أصحاح 22، احتفل بيه فين؟ في بيت. فاتولد في بيت، احتفل بيه على أنه هو الفصح الحقيقي في بيت، وبعد القيامة تواجد في بيت والأبواب، والأبواب مغلقة. مش بس كده، طبقاً للإنجيل بحسب البشير يوحنا، البشير يوحنا يقول لنا أن الرب يسوع ما استخسرش أن تكون أول معجزة يفتتح بيها خدمته طبقاً لأحداث الإنجيل، أن أول معجزة تكون فين؟ في بيت. فاتولد في بيت، أثناء خدمته دخل البيوت، عمل معجزات شفاء في بيوت، أكل في بيوت، احتفل بيه على أنه الفصح الحقيقي في بيت، تواجد ما بعد القيامة والأبواب مغلقة في بيت، أول معجزة يعملها في بيت. وده كله بيقول لنا أنه البيت هو الدائرة الأولى والأولوية الأولى اللي يسوع عايز يعلن فيها عن مجده. البيت الدائرة الأولى، الأولوية الأولى اللي يسوع عايز يتواجد ويعلن فيها، ويعلن فيها عن مجده. بيتي وبيوت حضراتكم هما مكان المعجزة اللي يسوع عايز يعملها. احنا دايما عايزين المعجزة تبقى في أي حتة بره، بس الحقيقة هو بيوتنا اللي محتاجة المعجزة. والدليل، الدليل إن أول معجزة عملها، عملها في إطار بيت. عايز أقول لنا إنه البيت أولوية، وإن البيت هو مكان المعجزة اللي مهتم يسوع إنه يعملها. أختم وأقول لحد معاكم ولنفسي، يا ترى إحنا مستعدين نفتح بيوتنا النهاردة إن تستقبل معجزة المسيح؟ بلاش نقول لنفسنا الكلام ده مش لينا، إحنا موجودين في الكنيسة وبيوتنا بيوت الكنيسة. الموضوع محتاج نعيد التفكير تاني فيه. وشكل شخصي أنا أولكم، هل عندنا استعداد نفتح بيوتنا عشان يسوع يعمل فيها معجزته؟ هو بيقول لنا النهاردة أنا الأولوية الأولى لعمل المعجزة هي بيتي وبيتك، بس إحنا عندنا استعداد نفتح الباب. فاكرين الصورة اللي كانت دايماً تظهر يسوع واقف على الباب وبيخبط، بس الأكرة فين؟ من جوه مش من بره. صلي إن ربنا يدينا النعمة إنه نفتح بيوتنا فيتواجد المسيح فيصنع فرق وتغيير، ونختبر فيض النعمة في بيوتنا فتفيض بيوتنا بالنعمة على بيوت آخرين.